السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نديروا واحد الكيكة بالتفاح وبالكريمة، واحد الكيكة اللي زوينة بزاف، في واحد المذاق اللي رائع ان شاء الله غادي تعجبكم كيف ما حنايا عجبتنا. فندوزو مباشرة للمقادير. عندي هنايا 3 ديال البيضات، درت معاها واحد رشه ديال الملحه، عندي كاس لاروب ديال السنيده، كاس لاروب ديال الحليب، نص كاس ديال الزيت، عندي ساشيه ديال الفاني وجوج خمارات، والدقيق غادي ندير جوج الكيسان. صافي، دابا غادي ناخد السنيده هي الاولى، غادي نحركها ولا نطربها مع البيض، غادي ندير غير الطرب اليدوي، وغادي ندير الساشيه ديال الفاني، غادي نبقى نحرك مزيان حتى غتذوب هاد السنيده تخلط مزيان مع البيض. دابا غادي ندير الحليب، دائما نبقى نخلط. الزيت، دابا غادي ندير الدقيق بشويه بشويه. صافي، هنا غادي نبقى نحرك حتى تندمج جميع المكونات. هنا بالنسبه للدقيق على حسب نوعيه، يعني الدقيق كيفاش داير، انا غادي نزيد واحد ربع كاس. صافي، وغادي ندير الساشيات ديال الخميره. هنا غادي ندير واحد المعلقه ديال الخل في الاخير. صافي، وغادي نخلط مزيان. كما كتشوفوا القوام ديال العجين كيجي بحال هكا، كيجي خفيف كيجيش ثقيل. هنا غادي نجيب المول اللي غادي ندير فيه هذه الكيكه ديالي. انا خديت هذا، دهنته بزبده ولا زيت ورشيته بالدقيق. صافي، وغادي نخوي في هذا الخليط. صافي، غادي نقادها بحال هكا وغادي نحطها نخليها على جنب، وغادي ندوز دابا باش غادي نوجد الكريمه. بالنسبه للكريمه غادي ندير واحد الكريمه اللي سهله وكتجي في المذاق اللي زوين، كتسوات بزاف مع هاد الكيكه ومع التفاح. عندي هنايا نص اترو ديال الحليب، غادي ندير معها 3 د المعالق ديال السنيده. وغادي ندير جوج المعالق غادي يكونوا عامرين مزيان ديال النشا ولا مايزينا. صافي، وغادي نحتاج لواحد قشور ديال الحامض، غادي نحك الحامض هنايا القشور ديالو. وغادي ندير حتى شويه ديال العصير ديال الحامض. صافي، غادي نبقى نحرك مزيان، ودابا غادي نحطو فوق البوطه حتى غادي نبقى نحركو بحال هكا باستمرار حتى غادي يعقد، غادي يولي بهذا الشكل هذا كما كتلاحظوا. وغادي ندير واحد المعلقه ديال الزبده، غادي نبقى نحرك فيها هنا حتى غادي تذوب. والكيكه راه واخا كتبقى، يعني ما كندخلوهاش ديك الساعه الفران، راه كتبقى كتطلع كتجي مزيانه، يعني ما نخافوش منها واخا نخليوها. صافي، الكريمه غادي نخليها تبرد دابا شويه، ما نحطها شويه سخونه. ودابا غادي نقطع التفاح، غادي نكون بطبيعه الحال غاسله مزيان، وغادي نقطعو على هذا الشكل، يكونوا شرائح اللي يكونوا رقيقه بهذا الشكل هذا، نخليوه بقشورو غير نكونوا غاسلينه مزيان. التفاح اللي كان احمر ولا
الاخضر كلشي كيجي فيه زوين. صافي غادي ندير بهذه الطريقه هذا على هذا الشكل، انا بغيتهم على هذا الشكل. غادي نعصر عليهم شويه ديال الحامض باش ما يكحلوش. صافي هنا من بعد ما كملت التفاح الكميه اللي غادي نحتاج، كيف ما كتشوفوا درت فيها العصير ديال الحامض. صافي دابا غادي ناخذ هذه الكريمه من بعد ما بردات شويه، غادي نحطها فوق هذا العجين وهي فوق هذا الخليط وهي باقا ما دخلتش الفران، باقا يعني خضراء باقا ما طابتش. غادي نوزع هذه الكريمه كلها فوق هذا العجين بهذا الشكل هذا، كلها غادي نغطيها. وندير شويه ديال السنيده فوق هاد التفاح بهذا الشكل هذا. صافي وغادي نستف هاد الشرائح ديال التفاح بهذا الشكل، بهذا الشكل هنا في هاد المول فوق هاد الكريمه وهاد الخليط ديال الكيكه. صافي انا غادي نبقى نكمل التفاح حتى نكمل الكميه اللي عندي كامله. صافي انا من بعد ما كملت التفاح استفسوه بهذه الطريقه هذه كيف ما كتشوفوا. هنا خديت الفواكه الجافه يعني اي حاجه عندنا، الا كان لوز يفيلي كان، انا خديت هنايا الزبيب ودرت شويه ديال الكركاع شويه ديال الكاوكاو، يعني اي حاجه اختياريه اللي كان نقدروا نديروه. صافي وغادي ندخلها ان شاء الله للفران حتى غادي تطيب وتحمر، ونتلاقاو ان شاء الله مع الشكل النهائي نشوفوها من بعد ما غادي تطيب. وكان هذا هو الشكل النهائي ديال الكيكه، فما تردوش انكم ديروها، في الحقيقه راه كتجي زوينه زوينه بزاف بالكريمه وبالتفاح وبهذوك الفواكه الجافه ولا بلاش بهم، مهم راه كتجي المذاق ديالها اللي رائع. الكريمه عطاتها واحد المذاق اللي زوين، كيف ما شفتوها راه جات محمره يعني حتى في الجوانب كلها جات طايبه مزيان ومحمره، الشكل ديالها كيجي زوين. غادي نقطعها معكم وتشوفوها كيفاش كتجي من الداخل كتبان فيها الكريمه. هنا كيف ما كتشوفوا معايا الكريمه كتجي من الداخل ديال هاد الكيكه، كتجي الكيكه يعني واحد المذاق زوين، ما تردوش انكم ديروها كيف ما قلت لكم. كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو، وكيف ما ديما الا عجبكم فيديو ما تنساوش تشتركوا في القناه الا كنتوما مشتركينش، مرحبا بكم، واللايك الفيديو فضلا وليس امرا،
وشكرا على المشاهدة، وإلى لقاء فيديو قادم إن شاء الله.